السلام عليكم، معكم محمد عبد العليم، معروف ببنيني، لاعب الرجاء البيضاوي الفريق الوطني الستينيات والسبعينيات. الرجاء راه ديما كيطراو ليه دي بروبليم من بكري وداكشي، ولكن كي داكشي كي الناس كتفاهم بعضياتها وداكشي، فهمتي؟ المسؤولين كي قادوا الامور صافي. ما انا ما نقدرش نهضر على الرجاء دابا بسيبتي لاعب من كبرت في الرجاء. انا كبرت في الرجاء، حليت عيني في برومي بريزيدون ديال الرجاء هو بناباجي حجي اللي ولد درب عندنا، وولادو قراو معايا، وكاين بهيجا لعاب ديال الرجاء، وموسى الله يرحمهم هادو ولاد درب عندنا ونعاو وزاني بقنطر. هذا حلينا انا عينينا في الرجاء، انا وبيتش الله يرحمه اللي هو ولد خالتي اللي الدار ديالنا مقابله مع الدار ديالو، وحنا راه كنبغيو على الخير الرجاء، وبغيناهم بغينا داكشي يتقاد، والحمد لله دابا يتقاد داكشي. كاين الناس اللي غيورين، كاين الناس غيورين على الرجاء اللي غادي يصوبوا المسائل وصافي، حيت الا بقينا نهضروا كيطراو عادي كيتزادوا لي بروبليم، فهمتي؟ حنا بغينا الانسان يكالمي سميتو وغادي يكون الخير ان شاء الله. الرجاء راه الحمد لله والشكر راه في العالم كله دابا، في البرازيل، في افريق، في مصر، الدول العربيه، في الامارات، الكويت، المهم الرجاء معروفه عالميا، فهمتي؟ الجمهور زعما يتحدوا وما يكرهوش لي بروبليم، فهمتي؟ يتحدوا ونطلبوا من الناس اللي زعما اللي الناس يصالحوا الامور وصافي. هذا الشيء اللي كنطلب.